قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونية المستشار نواف حمزة إن صدور الأمر الملكي السامي بدعوة المواطنين للانتخاب يضع التجربة الديمقراطية في موقع رائد في المنطقة، حيث أن ثباتها واستقرارها وتطورها الذاتي وتقدمها المضطرد جعل منها نموذجا للإصلاح والتحول الديمقراطي. أعلن المستشار نواف حمزة أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أتمت استعداداتها لإقامة الدورة الخامسة للانتخابات النيابية، موضحا أنه تم توفير كافة الجهود والترتيبات اللازمة في سبيل إنجاح الانتخابات التي تعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع الحرص على استمرار توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية التي امتازت بها العملية الانتخابية منذ انطلاقتها، لافتا إلى أن الاستعدادات انطلقت مبكرا في شهر مارس المنصرم. أشار المستشار نواف حمزة إلى أن الهيئة حرصت انطلاقا من طبيعتها القضائية أن تحيط كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية بالضمانات والمعايير اللازمة لتوفير بيئة محايدة وشفافة تضمن إقامة عملية انتخابية حرة ونزيهة في كافة المراحل. قال إن إشراف وإدارة السلطة القضائية الكاملة للعملية الانتخابية في مملكة البحرين تشكل ضمانة عالية لانتخابات حرة ونزيهة تؤصل الديمقراطية وتضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة في الشؤون العامة وسلامة اختيار ممثليهم في مجلس النواب. كما أكد أن انعقاد الانتخابات في مدتها الدستورية بفضل للمشروع الإصلاح لجلالة الملك المفدى دون ما أي انقطاع أو تأخير هو خير دليل على مضي مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية بخطى ثابتة ومستديمة.